ولرؤية أكثر عمقا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أقرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابح. بعد التحية، كيف تقرأ هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي والرسائل التي بعثها هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر مهم جدا وبيأتي في وقت مهم جدا. مصر بتأتي مع الأشقاء في الصومال، والصومال عضو في جامعة الدول العربية، إنه مصر بترفض أي اتفاقات خارجية أو تدخلات خارجية تؤثر على وحدة الصومال ويعني سيطرته على أراضيه. وأظن إنه كمان الحقيقة إنه بيان الخارجية اللي صدر كان مهم جدا فيما يتعلق بربط أي تدخلات خارجية أو اتفاقيات أحادية، وإنه مصر دايما بتؤكد انها مع التعاون ومع الشراكه دون اتفاقات فرديه. يعني طبعا الاتفاقات الفرديه الاحاديه مصر دايما بترفع شعار الشراكه، التعاون، العلاقات المتوازنه. فالحقيقه استقبال الرئيس للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهوريه الصومال كان مهم جدا، وعقد مباحثات فيما يتعلق الرئيس أكد في كلمته أنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وأثيوبيا أنه مصر لها موقف واضح، وكان في بيان الخارجية رفض هذا الاتفاق لأنه لم يتم مع الدولة المصرية الصومالية ولكن مع أطراف في الصومال. فالخارجية كانت بترفض، مصر بترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس في وحدة أراضيها. وانه احد النقاط المهمه اللي كانت متداوله في المباحثات بين الرئيس حسن شيخ محمود والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر الرئيس قال ان مصر ترى ان التعاون والتنميه بين الدول افضل بكثير من اي شيء اخر، من الاتفاقات الفرديه او التصرفات الاحاديه في اي شيء، انه دائما لكي تحصل على تاهيلات من الاشقاء في الصومال، في جيبوتي، في اريتريا، بيكون بالطرق المتعارف عليها اقليميا ودوليا والاستفاده من المواني، وهذا امر لا ترفضه مصر. ولكن الالتفاف والتعامل مع اطراف غير رسميه او اطراف غير مخول لها السلطه بيكون مرفوض. والصومال طبعا طبقا لميثاق الجامعه العربيه اتفاقيه الدفاع المشترك ضد اي تهديد، وانه مصر لن تسمح لاحد بتهديد الصومال او مس بامنها. وقال انه ما حدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها خاصه لو طلبوا التدخل. حديث الرئيس للرئيس الصومالي قال له اطمئن، فضل اننا نحن معكم وبنقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن اي تهديد او المساس بالامن والاستقرار. وطبعا الحقيقه انه الصومال اللي تعرض لاختلالات خلال العقود او السنوات اللي فاتت بدا يستقر وبدا يتجه بشكل قوي لاستعاده سلطاته على كامل اراضيه، وانه في نجاحات في التنميه. الصومال لديه ثروات ولديه امكانات من حقه ان يتحكم فيها ويتعامل معاها، وانه نعم استاذ اكرم نعم في مكافحه الارهاب، في التاثير على عدم الاستقرار، في انه شطب الديون اللي كانت مثقله، وكل دي نجاحات الحقيقه في قياده الصومال، وانه المباحثات كانت بناها ومصر موقفها واضح في هذا الامر بشكل كبير. يعني نعم، هل التوقيت له دلاله، توقيت هذه المذكره التفاهم او ما تسمى بمذكره التفاهم بين اثيوبيا وارض الصومال، هل التوقيت له دلالة؟ هل أن إثيوبيا هي دولة معروفة أنها دولة حبيسة وليس لها منافذ بحرية على البحر الأحمر، وعندما تقوم بمذاكرة تفاهم مع يعني دولة تلجأ إلى إقليم غير معترف به وتلجأ إلى فكرة تدشين قاعدة عسكرية على البحر الأحمر؟ هذا خلاف يعني سياق مرفوض تماما، واعتقد كان واضح جدا سواء البيان الخارجيه المصريه او سواء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الامر اللي اكد عليه. طبعا التوقيت مهم، يعني دائما الدول بتتعامل مع الدول، بتتعامل بثقه القانون الدولي والاقليمي، ويمكن الرئيس اكد اهميه انه من حق الدول ان يكون لها
ممرات او مخارج على البحار زي الدول الحديثه او غيره، لكن ده يتم من خلال السياقات المعروفه عرفيا وقانونيا والقانون الدولي والقوانين المختلفه. ده بيختلف عن كون انه اروح اعمل اتفاق مع ميليشيا او مع يعني جماعه غير معترف بيها، وعارفين ان الصومال بيستعيد وحدته وبيستعيد سيطرته على اراضيه بعد سنوات من التدخلات والحروب بالوكاله وغيره. ومن المهم جدا انه ده يبقى واضح، فكره انه ففي اتفاقات ده مطروح جدا حتى في الانهار في غيره. دايما مصر بتؤكد انه التصرفات الفرديه والاحاديه بتضر بكل الاطراف، بينما التعاون بيفرض نفسه بشكل كبير على هذا الامر. نعم، الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.